إذا كانت جريمة اغتيال ناهض حتر صادمة ومفجعة لنا، فالأكثر يعني صدمة هي التعليقات التي وردت على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل عشرات آلاف الأردنيين، عشرات آلاف التعليقات التي ذهبت جميعها لتأييد القتل والقاتل ووصف القتيل بأبشع الصفات وتحميله مسؤولية يعني مقتله في هذا المجال. قرأنا تعليقات على السوشيال ميديا تتحدث عن المجرم الكافر، تتحدث عن النافق ونفوق ناهض حفتر أحيانا وناهض حتر في أحيان أخرى، في محاولة للربط بين الشخصيتين. نحن الآن نكتشف في الحقيقة جريمة اغتيال ناهض حتر كشفت لنا يعني إلى أي مستوى يعني نجح المتطرفون في الإمساك بقبضة المجتمع الأردني. وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن التطرف معطوفا على الأزمة الاقتصادية وبطالة الشباب وبؤس النظام التعليمي في الأردن وضعف معدلات النمو وغير ذلك وانسداد أفق الإصلاح السياسي الحقيقي وليس الشكلي حتى الآن، طوال سنوات الحرب الباردة والتحالف بين النظام السياسي الأردني وجماعة الإخوان المسلمين، تركت الساحة السياسية وتركت وزارة التربية والتعليم والمناهج لقيادة الإخوان المسلمين، بينما أقصيت كافة التيارات المدنية والليبرالية والعلمانية عن الساحة السياسية وعن المسرح وزج بقادتها في السجون والمنافي. هذه حقيقة ندفع ثمنها الآن. المسيحيين في الأردن الآن يشعرون بالتوتر، لأن بحيث أصبح هنالك جيل وأجيال جديدة لها نزعة نحو التشدد ونحو الأصولية ونحو إقصاء الطرف الآخر، وهو أمر أخل بالتوازن في داخل المجتمع وجعل من قدرة البعض على التأثير السلبي على مجرى الأمور داخل المجتمع الأردني ممكنة، ولم تصح الدولة على خطورة ما فعلت أو ما لم تفعله إلا بعد فوات الأوان. It shocked everybody. Those who were the act of shooting and killing. والواقع أن عملية الحد من حرية أي مواطن في التعبير عن نفسه هي المدخل إلى التطرف والتزمت والإقصاء، وهي القضايا التي تبشر بها تنظيمات مثل تنظيم آيزيس أو داعش أو التنظيمات الأصولية المتشددة.